كل ما تزيدوا ترهبوني وتهدوني بالعكس تزيدوا تقوّوني ليبيا اليوم دولة ارهاب سبب العلة هم الاخوان كثر القتل من دون اسباب صافين الدم من غير ربان برنيتش كولومبيا ولا فرام بغادي الاولى في الاجرام افهم شلي صار والمنافل تو اختين مالي يقتل في البلاد دور متى يا دليل لما تكون مرشد فساد وما تعرف من العميل غرياني مفتي الديار عاصي موالي لاسرائيل يعرف بس يولع نار في الفتنة ما لا مثيل قطر اخواني فاسد خاين يظهر بعلم الدين والسلطة تهمت بالقوة قاتل خطف اغتصاب مش مصدق الجو بنغازي منبع الارهاب ما في حد يطيب نومه كل يوم نبكو على اصحاب بنغازي بلاد المافيا جاوبني على الاسباب ليش بنغازي تمت هيك وعميتو فيها الخراب جريحه المن تبي تشكي كيف الدار من غير باب من غير باب دولة ارهاب كوميشة من فساد حكمونا باستبداد ولاد بنغازي مسكر فمه والدم مغرق التراب وظف بلادي كئيب هذا عيب ما يحترموا حتى الشيء دولة ارهاب كوميشة من فساد حكمونا باستبداد ولاد بنغازي مسكر فمه والدم مغرق التراب وظف بلادي كئيب هذا عيب ما يحترموا حتى الشيء أم الثوار ما زالت تبكي وتنادي بروح الشباب الناس توا راهي انقسمت من سياسة الأحزاب ومصراتها مع الأخوان والدروع والأركان بنغازي توا انهزت وسرقوا حق الفساد لما تقول انت الحقيقة في الدولة تطلع غلطان والعين اليوم يهدد الله يرحمه أيام زمان كل واحد ينحط بحجمه ما تنسى سرقة الرشمة وين كنتم أيام الرقتل في قريون سوى الهجمة والعقيلة في أمر طلعة وصلنا برض الأمجاد شفت الفرق شفت السرعة في برق أرض الجهاد مصر تدور في الصدع أما نحن أمن عناد أما نحن العناد نحن ما نبوها هكي لك يجيزوا بالصراع أما برقا سقع عليك مسيتوا سيت اللماع تب ثروة بين يديك أما تخدوا فتنة بابداع من برقا المداد يجيك أمو الحدود إلى مضى تنوي الشرب الجودة بيك أم نحن هلها نحن تريد ما تقرب من نار تجيك أم واحد فينا حتى بليز واحد فينا حتى بليز ما تقرب من نار تجيك أم واحد فينا حتى بليز دولة ارهاب كوميشة من فساد حكمونا باستبداد ولاد بنغازي مسكر فمه والدم مغرق التراب وظف بلادي كئيب هذا عيب ما يحترموا حتى الشيء دولة ارهاب كوميشة من فساد حكمونا باستبداد ولاد بنغازي مسكر فمه والدم مغرق التراب وظف بلادي كئيب هذا عيب ما يحترموا حتى الشيء اسمع وشوف التصنيف العام الجاري راح حسبوها بنغازي مدينة رعب الاولى في التصنيف خلوها قتل ارواح كيف اللعب فاتت حتى تورا بورا ميريجوانا والحشيش والبترل والقتل تم عادي اما قف بي قف بي قل كانك تبي تدير فلوس بنغازي بلادي المعكوس كانك تبي تفهم تبقى حايس عيش الفاسد والجاسوس في بنغازي تبي تعيش اضمط لسانك انت وغم هي بلادي ما تبي جيش خذ الرشوة ودفع كم ضيعت بلادي قولي ليش وزرعتوا فينا داه السم افضل مدينة هي كانت مشهورة والعالم يشهد وتوا مكسورة انهالت خذ من فمي ابسط مشهد بو خمادة صرح يحكي يبي امن هالبلاد الولا ذراعة تم يشكي فعلا اعلن الانسحاب نبي نحكي عن مفهومي والوضع اللي نحنا فيه ربي راه كله سياسي انسان عادي مش دبلوماسي بلادي تمت رزقي في الجزء الثاني يا ما تشوفه من بعدين مش هو الجزء الاخير بلادي تمت رزقني في الجزء الثاني يا ما تشوفه من بعدين مش هو الجزء الاخير دولة ارهاب حكمونا باستبداد ولاد بنغازي مسكر فمه والدم مغرق التراب هذا عيب ما يحترموا حتى شيء في بلادي وضع كئيب كرسي راه ما يدوم الحد خذ العبره من الضوضاء خذ الواقع خذ الجد الهيتو في الدنيا ونسيت الله ما تقدر توصلني اوكي